بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدي معكم سنة أولى مراجعة البلد. البلد واحد من الاسبسيفيك تيشو اوف زي كونكتيف تيشو. بنقول على البلد هو القناة التي تحمل النيوتريشن والأكسجين تو زي تيشوز. برضو هو نفس القناة التي تحمل كربون دايوكسيد and the waste product to excretory organs أيا كان الأورجن. البلد يتكون من blood cells and blood plasma. cells هي مجموعة من الخلايا red blood cells بنقول عليها اختصار RBCs أو erythrocytes, white blood cells WBC cells or leukocytes and platelets thrombocytes. مجموعة blood cells دي عايمة في fluid بسميه plasma. الصورة اللي قدامي دي هي صورة أنبوبة حطينا فيها مادة ضد التجلط بنسميها anticoagulant. بعد ما اسحب من البيشنت من المريض العينة بحطها في الأنبوبة دي اللي فيها مادة التجلط وعدم التجلط, فأسيب الأنبوبة لمدة ساعة واجي أشوفها هلاقي فيها المنظر اللي قدامي دي, إن هو مجموعة في فلويد موجود سائل لونه أصفر موجود فوق, يليه سائل كبير او كتلة كبيرة حمراء موجودة تحت, بيفصلهم خط ابيض موجود بين الاتنين. مين السائل ده؟ هو البلازما. ولو بصيت هنا للنسبة للتناسب دي حوالي 60% ودي حوالي 40% او نقول دي 55% ودي 45%. الريد بلاد سيلز هي موجودة في الكتلة الحمراء اللي تحت. طب الخط الابيض اللي فاصل بين البلازما والريد بلاد سيلز ده في الهوايت بلاد سيلز والبليتلتس اللي انا بسميه هنا بافي كوت, او ان احنا هنا دي مجموعة البلازما. على فكرة البلازما دي بتستخدم دلوقتي في تريتمنت, هي وبسحب السرنجة من اول هنا لحد فوق, فبتبقى عبارة عن ستيم سيلز ومنشطة اللي هي بنسميها حقن البلازما. بفرد نقطة الدم على الشريحة وبسبغها بصبغة الليشمان ستيم, دي خاصة للبلاد فيلم. ده اللي قدامي ده اسمه بلاد فيلم. فبلاقي المنظر ده قدامي بيظهر ريد بلاد سيلز وايت بلاد سيلز. هنا مين اللي موجود عندي بنسبة كبيرة؟ اللي هي الريد بلاد سيلز لانها بالمليون. مين اللي موجود جنبي دول؟ ده وايت بلاد سيلز باشكالها المختلفة اللي هنعرفها بعد شوية, وديت عشان بالأوليفات فبتبقى النسبة بتاعتها أقل من الريد بلاد سيلز في الصورة اللي انت بتشوفها. تعال نشوف الريد بلاد سيلز ايه صفاتها. بنقول عليها rounded non-nucleated biconcave disk, يعني عاملة زي الطبق والسطحين مقعرين وما فيهاش نوكليس. الريد بلاد سيلز لما باجي اشوفها لوحدها كده وامسك خلايا لوحدها بتبقى بيل يلو, لكن لما احطها ان جروبز بلاقيها تاخد ريد كلر نتيجه وجود الهيموجلوبين اللي موجود فيها. ممكن ان انا استخدمها او الصبغه بتاعه الليشمان بتديني ديب بينك كلر ويز سنترال بير اريا. يعني ايه الكلمه ديت؟ لو بصينا هنا في الريد بلاد سيلز اهو ده البينك كلر, لكن شايف السنتر بتاعها بيل لان هنا بيختلف السيكنس عن الاطراف بتاعه الريد بلاد سيلز. لما تبقى موجوده في اجريجيشن بسميها رولكس اللي هي العمله او شكل العمله. ده شكل الريد بلاد سيلز اهو باي كونكيف, سطحين محدبين اهم ومقعرين, والبريفري بتاعها اتخن من السنتر في الريد بلاد سيلز. ايه السايز بتاع الريد بلاد سيلز؟ الريد بلاد سيلز الافرج سايز بتاعها 7.5 مايكرون. ده بسميها نورموسايتس. يعني ايه نورموسايتس؟ يعني حجم طبيعي. طيب لو الحجم اقل بسميها مايكروسايتس, يعني عن 7.5 مايكرون. لو حجم اكبر بسميها ماكروسايتس, ودي انواع من انواع الانيميا تاخدوها في الفيسيولوجي. الدايمتر بتاعها من 6 ل 9 مايكرون. ايه النمبر بتاع الريد بلاد سيلز؟ نورمال نمبر بتاعها بيتراوح من 4.5 الى 6 مليون في الادلت بير كيوبيك مليمتر. خلي بالك كيوبيك مليمتر يبقى 4.5 الى 6.5. على في الميل بتبقى اعلى من الفيميل, يعني الميل ممكن 5.5 الى 6, لكن في الفيميل اقل من 4.5 الى 5.5. الرقم ده ممكن يكون مختلف من ريفرنس لريفرنس. يبقى الادلت في ميل من 4 الى 4.5 مليون, في الميل اكتر من كده. طيب لو قل النمبر ده بقول عليها انيميا, ودي لها انواع كتيره برضه هتاخدوها في الفيسيولوجي.
لو زاد النمبر ده بقول عليها بولي سايسيميا، يعني زياده في النمبر بتاع الريد بلاد سيلز ده، ممكن يبقى فيسيولوجيكال طبيعي خالص، بعد الاكسرسايز، بعد الكولد باث، لكن بيبقى او في الناس اللي عايشين في هاي التيتيودز، يعني عايش على جبل، فنتيجه نقص الاكسجين فبزود الريد بلاد سيلز الاحتياج بتاعها. هل الريد بلاد سيلز لها عمر افتراضي؟ حوالي 120 يوم. بعد ال 120 يوم لازم تتشال من السيركيوليشن في السبلين والبون مارو. يبقى هنا بكسرها في السبلين والبون مارو. طيب قبل ما اسيب الريد بلاد سيلز، بنقول في ادابتيشن للفانكشن اوف ريد بلاد سيلز، يعني تكيف الوظيفي لها. ايه هو التكيف الوظيفي؟ في اول كلامنا قلنا نون نيوكليتد، يعني ما فيش نيوكليس. طب وليه؟ عشان ادي مساحه زياده للاكسجين، للهيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين، يبقى ما فيش نيوكليس. ليه؟ علشان المساحه اللي مشغوله بالنيوكليس تتشغل بهيموجلوبين اللي هو هيشيل الاكسجين. طب ماشي. طيب هي باي كونكيف ليه؟ لان علشان ازود السيرفيس اريا، برضو كل ده محتاجه عشان ان انا اشيل اكسجين. طيب هي الممبرين بتاعها او الاستيك ممبرين، يعني تقدر تطبق الريد بلاد سيلز وتخش جوه تيني كابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه الدقيقه. يبقى ده ادابتيشن للفانكشن ريد بلاد سيلز. تعال بقى للوايت بلاد سيلز اللي احنا بنسميها لوكوسايتس، هي ليها نيوكليس، غير الريد بلاد سيلز ما لهاش نيوكليس. في لو مسكت واحده منهم في ايدي بهي كلرلس، لكن الجروبز بتبقى لونها ابيض اللي احنا سميناها بافي كوت. الوايت بلاد سيلز بقسمهم الى تو جروبز اكوردنج لايه؟ لوجود السبيسيفيك جرانيولز. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا وخلي بالك معايا ان انا هنا في التقسيمه اكوردنج للسبيسيفيك. يعني ايه؟ هل هي في جرانيولز غير السبيسيفيك جرانيولز؟ يس، فيها حاجه في كل الوايت بلاد سيلز ازوروفيليك جرانيولز. ازوروفيليك جرانيولز ايه هو الازوروفيليك جرانيولز؟ الازوروفيليك جرانيولز هي اللايزوزومز، موجوده في كل انواع الوايت بلاد سيلز. لكن لقوا مجموعه بالاضافه للازوروفيليك لقوا جنبها جرانيولز خاصه بيها بتاخد الصبغه بتاعتها. اذا لقوا الصبغه بتاعتها طبيعيه بسميها نيوتروفيل. لو الصبغه بتاعتها احمر اللي هي اسيدك بقول عليها زينوفيل. لو الصبغه بتاعتها قاعديه بقول عليها بيزوفيل. طيب قال لك انها ده اللي فيها الجرانيولز، يبقى الجرانيولز رقم واحد اللي هي النوتروفيل متعادله، نسموها المتعادله، او انها هنا لونها احمر زينوفيل، لونها ازرق بيزوفيل. طيب قال لك بقى ما فيهاش الجرانيولز اللي هي ادتني النيوترال او ادتني الاحمر او ادتني الازرق، لا هي فيها الازوروفيليك بس. انا متفق معاك دلوقتي، الجرانيولر فيها الازوروفيليك والنان جرانيولر فيها الازوروفيليك، لكن الجرانيولر لها سبيسيفيك جرانيولز بتديني التفاعلات دي. مين هم بقى اللي هو بنسميها نان جرانيولر؟ هي خلايا الليمفوسايتس وخلايا المونوسايتس. ليمفوسايتس ومونوسايتس. الصوره اللي قدامي دي بتوضح الكلام ده. ادي الريد بلاد سيلز اللي شايفينها، لكن تعالى هنا ديت الوايت بلاد سيلز اللي هي مجموعه عندنا. بس اللي انا شايفه هنا او النورمال هنا واحد بس، نوع واحد من الوايت بلاد سيلز، المونوسايتس والليمفوسايتس. طيب هنا بقى بتقول لي هنا دي اللي لونها احمر ايزينوفيل، اللي لونها ازرق البيزوفيل. ليمفوسايتس ومونوسايتس اللي هي الخليه ديت، والمونوسايتس اللي هي شكل الكليه دي النيوكليس بتاعتها. تعالوا بعد كده نقول النمبر بتاع اللوكوسايتس، بنسميها توتال لوكوسيتيك كاونت او بنسميها وايت بلاد سيلز كاونت توتال. التوتال بيتراوح من 4000 ل 11000 بير كيوبيك مليمتر. خلي بالك كان عندي هناك في الريد بلاد سيلز 4.5 الى 6 مليون مليون، لكن هنا بالالف بالثاوزن. اللي بيزيد انكريز النمبر بسميها لوكوسايتوزيس. طب لو قل النمبر لوكوبينيا. مين نبتدي باول الحكايه بتاعتنا اللي هي خلايا النيوتروفيل او بنسميها بوليومورفو نيوكليير لوكوسايتس. هي تتميز الخلايا ان النمبر بتاعتها كام من التوتال؟ يعني انا عندي احنا قلنا التوتال من 4000 ل 11000، افرض هنخليها في المتوسط 10000. فانا من ال 10000 دول النيوتروفيل كام في المية؟ بقول من 40 الى 60%، من 40 الى 60%. على فكره الارقام دي ريفرنس، ممكن تختلف من ريفرنس لريفرنس، لكن انا هنا بنقول الحاجه الكومن. يبقى النمبر من 40 الى 60% من التوتال لوكوسيتيك كاونت. طيب يعني كام؟ مثلا لو 10000
يبقى عندي 6000 او 4000 نيوتروفيل. الخلايا ديت السايز بتاعها 10 ل 12 مايكرون ان دايامتر. النيوكليس هاز او هاف سيجمنتد نيوكليس، يعني ايه؟ بلاقي النيوكليس فيها فصين او ثلاثه او اربعه او خمسه، لحد خمسه ده طبيعي. والاتاتشمنت بتاعتها بكروماتين ثريد، بخط من الكروماتين. الصوره اللي فاتت دي اللي هي ديت بتقول لي الكلام ده، ان هنا الصوره، لا ما نرجع تاني معلش اسف، هنشوف صوره قريبه جايه معانا. يبقى هنا سيجمنتد، يعني ايه سيجمنتد؟ ان هي بتتكون من فصوص ومتصلين بخط رفيع من الكروماتين. الكروماتين اوف ذا نيوكليس دي بليستند، والنيوكليولس ما اقدرش اشوفها لانها مش بليستند نيوكليس. النمبر بتاعت النيوبز بتزيد مع الايج اوف ذا سيلز، يعني ايه؟ كل ما الخليه بتتقدم في السن بتاعها الاقي النمبر بتاعت النيوبز بتزيد. في زياده عن الخمس نيوبز بتبقى بنسبه معقوله، بقول ان الخلايا او ان الشيفت تو رايت، لو كانت اقل بقول شيفت تو ليفت. الفاريشن بتاع النيوكليير بتاع النيوتروفيل ده سبب تسميتها بولي مورفو نيوكليك، يعني خلايا متحدده الشكل. في الفيميل بقى بلاقي في حته زياده من الكروماتين جايه ماسكه النيوكليس، بسميها الدرام سيك، شكلها عامل زي دراع الطبله، ده الاكس كروموزوم، لان احنا عارفين في الفيميل اكس اكس لكن الميل اكس واي، واي ده ان ما فيش كروموزوم، لكن في الميل فيها، في الفيميل فيها كروموزوم زياده عن الميل، فبقول عليها اكس اكس. الاكس الزياده بقى دي بتدنها ما بتتفكش، وتدنها زي ما هي كوندنسد، وتظهر كدراع الطبله موجوده في او اتاتش للنيوكليس بتاعت النيوتروفيل. الستند سمير السيتوبلازم بتاعها بيتحتوي على 2 تايمز من جرانيولز، قلنا سبيسيفيك جرانيولز اللي هي بتاعت النيوتروفيل والازوروفيليك جرانيولز. احنا عرفنا الازوروفيليك هي الايزوزومز، تمام؟ طب مين بقى السبيسيفيك جرانيولز؟ قال لك دي بتشامل او بتحتوي على بعض الانزيمات اللي هي لها رياكشن اسيديك ورياكشن الكالين، ودي بتلعب دور في عمليه الفاجوسايتوزيس او الديفنس ميكانيزم. طب هل لها عمر افتراضي النيوتروفيل؟ يس، هي بتعيش النيوتروفيل في البلد اقل من يوم، يعني ممكن تعيش وهي ماشيه كده في تيار الدم لمده 10 ساعات. لكن دايما بتسيب الدم وتروح للكونكتيف تيشو لانها هي خط دفاع، وتطلع بره للفيزلز لتقعد لها 1 لـ4 ايام. بعد الاربع ايام بيحصل لها ديجنريشن. ده كان مين؟ النيوتروفيل. يبقى النيوتروفيل عرفناها، وعرفنا انها الشغلانه بتاعتها لها شغلانه في الفاجوسايتوزيس او الديفنس ميكانيزم. لها شغلانه في الفاجوسايتوزيس بتاع الجسم بتاعنا، لانها هي بكلمه بسيطه هي الخراج اللي بيحدث في الجلد بتاعك. لو الخراج ده اللي هي الابسز ده بنلاقيه موجود. لو حد منكم اخذ السكريشن بتاعت الابسز وحطها تحت الميكروسكوب هنبص نلاقي ان هي كلها وايت بلاد سيلز، كلها وايت بلاد سيلز. مين لمين الوايت بلاد سيلز دي؟ النيوتروفيل. طب هنا بقى الشغلانه بتاعتها في الوايت بلاد سيلز ايه هي؟ او يبقى هي ديفنس ميكانيزم ضد البكتيريا في الاكيوت انفلاميشن. خط تحت الاكيوت انفلاميشن يعني ايه؟ في كرونيك انفلاميشن يس، ان هو الالتهاب المزمن. ممكن تزيد الوايت بلاد سيلز النيوتروفيليس، اقول عليها نيوتروفيليا، ولو قالت اقول عليها نيوتروبينيا. تعالى بقى للخليه الثانيه اللي هي الايزينوفيل البيزوفيل. قال لك البيزوفيل هي خليه من خلايا كرات الدم
الحمراء اللي هي جرانيولا، سوري الكرات الدم البيضاء اللي هي جرانيولا، لها نسبه ديفرنشال كاونت حوالي من 0 الى 1%، من 0 الى 1%، والسايز بتاعها 9 على 12 مايكرون برضه. لكن النيوكليس بتاعتها بتبقى اس شيب، عامله زي حرف الاس، والسيتوبلازم بتاعها مليان جرانيولز. خلي بالك بقى من الكلمه اللي هقولها، الجرانيولز دي تشبه خليه الماست سيل في ايه؟ انها لها خاصيه الميتاكروميزيا. يعني ايه الميتاكروميزيا؟ يعني لما احط صبغه بتاعه التولودين بلو الاقي الجرانيولز دي تاخد لون بيربور ان كلر. النتيجه وجود ايه الازور الازينو الميتاكروميزيا ليه السبب ده؟ لان الجرانيولز فيها سكريشن اللي هو الهيبارين والهيستامين ولوكوترينز وهيباران صلفيت. الازوروفيليك جرانيولز بتصبغ بالصبغه بتاعتها العاديه اللي هي ميسيلين ازور داي. طيب ايه الفانكشن بقى بتاعت البيزوفيل؟ هي بتلعب دور بالظبط زي الماست سيل. انا قايل فيها دلوقتي هيبارين، طب الهيبارين ده ايه شغلته؟ انتي كواجلان، ضد التجلط، وقايل انه فيها هيستامين، ده بيزود البرميابيلتي للبلاد فيزيت، وقلنا فيها لوكوترينز، ده كيموتاكتيك فاكتور. يعني ايه كيموتاكتيك فاكتور؟ بيجذب اشياء معينه لمكان الانفلاميشن. وهي في نفس الوقت فاجوسيتيك. الله، يعني هي في شبه بينها وبين الماست سيل؟ يس. ايه الشبه اللي بينهم وبين الماست سيل؟ اول حاجه جرانيولز، هيبارين وهيستامين، والاثنين على السيرفيس بتاعهم ريسبتور اسمه اي جي اي، لمين؟ لميون جلوبولين اي. و الاثنين بيطلعوا الهيستامين اثناء الالرجي، وهي ممكن بتطلع الاثنين من ستيم سيل اسم في البون مارو. طيب ايه بقى الاختلاف؟ اول حاجه السايز، الماست سيل حجمها اكبر من البيزوفيل وفيها جرانيولز اكتر، ده رقم واحد. الماست سيل راوند نيوكليس، الايزينوفيل اس شيب نيوكليس. البيزوفيل شورت لايف، بتعيش لايام، لكن الماست سيلز لونج لايف، بتعيش لاسابيع وشهور. الماست سيلز موجوده في التيشوز، يعني الكونكتيف تيشو، والبيزوفيل موجوده في البلاد. والبيزوفيل كانوت ديفايد، لكن الماست سيلز كان ديفايد او بروليفريتد. طيب هنا بقى حته سؤال شفهي، اقول لك ايه؟ مين الماست سيل بتاعت البلاد؟ انت بتتكلم، يعني اسالك سؤال على الماست سيل بتاعت الكونكتيف تيشو، لكن مين بقى اقول لك الماست سيل بتاعت البلاد؟ هتقول الماست سيلز بتاعت البلاد اللي هي البيزوفيل. يبقى ده كانت مين؟ بيزوفيل. طب الايزينوفيل بقى، قبل ما نسيبها نرجع للايزينوفيل. الايزينوفيل هي برضو النسبه بتاعتها اقل من 4% من التوتال لوكوسيتيك كاونت. يبقى كان النيوتروفيل 40 الى 60، البيزوفيل من 0 الى 1، الايزينوفيل اقل من 4%. السايز كان في النيوتروفيل 9 ل 12 وفي البيزوفيل 9 ل 12 مايكرون، هنا احط بين الاثنين من 10 الى 14 مايكرون. عفوا. النيوكليس بتاعتها سوسي ان شيب، عامله زي صباع الايه؟ السجق كده، منتفخه في النهايتين، وفيها سبيسيفيك جرانيولز ونون سبيسيفيك جرانيولز. السبيسيفيك جرانيولز بتبقى لونها احمر ايزينوفيلك. طب ايه الفانكشن بتاعت الايزينوفيل؟ هي بتلعب دور في تقليل الشغلانه بتاعت الهستامين. يعني ايه؟ بتطلع فاكتور اسمه انتي هيستامينك، بتطلع فاكتور اسمه ايه؟ انتي هيستامينك. فهي بتلعب طبعا في الفاجوسايتوزس، وبتطلع فاكتورز ضد الانفلاميشن وضد الهستامين، بيقلل ايه؟ الالتهاب شويه. واذا كان في بارازيتك انفستيشن، يعني واحد عنده بارازايت، هي برضو بتزيد لانها بتلعب في الانتي بودي ميديتد او كونتاكت ديبندنت سايتو توكسيست، وبتلعب في الفاجوسايتوزس انها بتعمل فاجوسيتك للالرجيك كونديشن. طيب الخلايا بقى اللي هي فيها ازوروفيليك بس ما فيهاش سبيسيفيك جرانيولز، كان هما اثنين، الليمفوسايتس والمونوسايتس. الليمفوسايتس دي من الخلايا بلاد المهمه جدا، وهناخدها في الليمفويد تيشو بعد شويه هنشرحها، انها حوالي من 20 الى 40% من التوتال لوكوسيتيك كاونت. ممكن تبقى سمول، او ممكن تبقى ميديوم سايز، او ممكن لارج. يعني الحجم بتاعها الطبيعي من 8 الى 10 في السمول،
و12 ل15 مايكرون ومن 15 ل18 في اللارج. النيوكليس بتاعتها في الثلاثه الراوندد المدوره، وهي ديب بيزوفيليك او دنسي، يعني بنلاقيها باللون الازرق الغامق. هل في انواع للليمفوسايتس؟ قال لك يس، في ليمفوسايتس بي وليمفوسايتس تي وليمفوسايتس نال. بيت ليمفوسايتس بتديني هيومرال اميونيتي نتيجه اكسبوجر الانتيجين، فالليمفوسايتس بي ليمفوسايتس تتحول الى بلازما سيل تطلع الانتي بوديز. التي ليمفوسايتس دي بتلعب في السيل ميدييتد اميونيتي، واخر حاجه انها نال سيلز. هل التي ليمفوسايتس فيها انواع؟ يس، في انواع من التي ليمفوسايتس هنعرفها هناك في الليمفويدز او تاخدوها في البكتيريا. في سيتوتوكسيك تي ليمفوسايتس، تي هيلبر ليمفوسايتس، تي سبريسر ليمفوسايتس، تي ميموري سيلز. طيب تعالى بقى للمونوسايتس. المونوسايتس بيقول عليها ذا لارجست بلاد في السيركيوليتوري بلاد سيلز، اكبر واحده فيهم، من 3 الى 8% من التوتال لوكوسيتك كاونت. هي لارج اكسنتريك كيدني شيب، ده عامله زي الكليه النيوكليس بتاعتها. المونوسايتس بتطلع من البون مارو تمشي في البلاد لمده يومين وبعدين تروح للكونكتيف تيشو وتتحول الى ماكروفاج. الله، يعني الماكروفاج جاي من المونوسايتس؟ يس. يعني مين الماكروفاج بتاعه البلاد؟ المونوسايت. لكن مين الماكروفاج بتاعه الكونكتيف تيشو اللي هي الماكروفاج اللي نعرفها؟ المونوسايتس ايه الشغلانه بتاعتها؟ زي شغلانه الفاجوسيت الماكروفاج، فيها اللي هي المذر ممبر مونونيوكليك فاجوسيتك سيستم، وبتعمل فاجوسايتوزيس وديستراكشن للديد سيلز وللانتيجين والفورين بودي. يبقى ده كان مين؟ المونوسايتس عرفناها، وعرفنا الليمفوسايتس الاثنين دول ما فيهمش سبيسيفيك جرانيولز لكن فيهم الازوروفيليك جرانيولز. تعالى للاخر خليه عندنا في البلد اللي احنا بنسميها البليتليتس او الصفائح الدمويه. هي سمول، صغيره، باي كونكيف كونفكس، يعني السطح بتاعها محدب ومحدب وما فيش نيوكليس، بس بنقول عليها فراجمنتس، يعني بقايا او حتت من الخلايا. هي بتطلع من خليه كبيره موجوده في البون مارو اسمها ميجا كاريوسايتس، يبقى خليه كبيره اسمها ميجا كاريوسايتس. العدد بتاعها 150 ألف إلى 400 ألف بير كيوبيك ملي متر. البليتليتس لها الشكل بتاعها لما نيجي نشوفها بالصبغة بتاعتها لها شكلين، واحدة بنسميها هيالومير وواحدة بنسميها جرانيولومير. هيالومير ده البيل بريفرال زون، لكن السنترال جرانيولار مير أو جرانيولومير فيها جرانيولز اللي هي سبيسيفيك للشغلانة بتاعت الإيه؟ البليتليتس. يبقى الهيالومير ايه الفرق بينها وبين الجرانيولومير؟ هي الكترون ليوسنت، يعني مع الالكترون مايكروسكوب تبقى فاتحه، هنا الكترون دنس، هنا بلاقيها فيها المايكرو تبيولز وبتعمل لي رينج دايره، وهي اللي بتساعد على الشيب للبليتلتس اللي هي المايكرو تبيولز اللي هي في موجوده بره على المنطقه الخارجيه اللي بنسميها هيالومير. جرانيولومير فيها جرانيولز الفا ودلتا ولمبار. الالفا بتطلع بليتليتس درايف جروس فاكتور، وتطلع بليتليتس فاكتور 4، وبتلعب دور في الفيزل ريبير والكواجوريشن وبليتليتس اجريجيشن. طب والدلتا؟ بتحتوي على كالسيوم ادينوسين تي ترايفوسفيت ادينوسين داي فوسفيت، ودي بتساعد على بليتليتس ادهيجن اند فازو كونستريكشن. لمبادا هي بتحتوي لي على لايزوزومال انزيمز، فهي اللايزوزوم ال ال لمبادا لها ده الجرانيولز موجوده في البليتليتس. ايه الفانكشن بتاعت البليتليتس؟ بتلعب دور في البلاد كواجيوليشن او بلاد فورميشن اوف ذا جلوت، انها بتكون الجلطه. طب ليها عمر افتراضي للبليتليت سي اس 7 الى 10 ايام. ده كان مين؟ اللي هو ثرومبوسايتس اخر حاجه عندنا. طب تعالى موضوع اسمه هيموبايوسيس. اتس فورميشن اوف ريد بلاد سيلز، خلاص عرفت ان هو تكوين الريد بلاد سيلز. في اماكن للهيموبايوسيس؟ يس. في ميزوبلاستيك في الميزوديرم بعد اسبوعين من الحمل. هيباتيك في الليفر بعد 6 اسابيع من الحمل. سبلينك في السبلين مع الهيباتيك، الاثنين بيمشوا مع بعض.
واخر حاجه المايلويد اللي هو بالبون مارو ويمشي معانا للادلت ايج. يبقى اربع مراحل: ميزوبلاستيك في الميزوديرم، هيباتيك في الليفر، سبلينيك في السبلين، مايلويد في البون مارو. البون مارو او مايلويد تيشو ده موجود في الكافيتيز بتاعه اللونج بون، ملاقوا من نوعين من البون مارو: ريد بون مارو اللي هو بنسميه بلاد فورمينج سيلز، بيحتوي على البلاد سيلز وبلاد فورمينج سيلز عشان كده هو ريد، ويلو ده فيه كميه كبيره من الفات سيلز. يعني معنى مين كده الاكتف؟ الريد، الريد اللي هو الاكتف. طب يلو هل ممكن يتحول الى ريد؟ يس، اثناء الهيموريج او اثناء ان انا موجود. يبقى هنا بنلاقي اليلو موجود في النيو بورن، لكن كل البون مارو في النيو بورن بيبقى ريد، لكن في الادلت بلاقي الريد موجود في اماكن معينه لكن الباقي موجود في اليلو. بنلاقي اليلو كان زي ما قلنا ريفيرت او كونفيرت تو ريد لما بزيد او ما انا بحتاج كرات دم زياده عن المعدل المطلوب بتاعي. هنا دي ازاي بنسميها عينه من النخاع. هنا بدخل ابره خاصه بشفط فيها النخاع من البون مارو في الحته دي اللي هي بنسميها او خدناها في البون اللي هي سبونجي بون او كانسيلا سبون. الشغلانه بتاعتنا بتتميز ان في شغلانتين: البلاد ستيم سيل دي موجوده في البون مارو لها خليتين، خليه بيسميها مايلويد ستيم سيل وخليه بيسميها لينفويد ستيم سيل. مين المايلويد؟ اللي هي حددناها معايا في البون مارو وهتديني بقيه الخلايا اللي هنعرفها دلوقتي، لكن الليمفويد اللي هي بتسافر وتروح للليمفويد اورجانز، مين لي السايموس والسبلين وبقيه الليمفويد اورجانز اللي هنعرفها. طب المايلويد ستيم سيل دي هتديني ايه؟ تديني ريد بلاد سيلز، تديني بليتلتس، وتديني انواع من الهوايت بلاد سيلز اللي هم جرانيولار اللي هي النيوتروفيل والبيزوفيل والايزينوفيل عن طريق خلايا بنسميها مايلو بلاست. طيب الليمفويد هتديني ليمفو بلاست اللي هي هتديني ليمفوسايتس. تمام؟ بنلاقي البلاد ستيم سيلز المايلويد اهي ده فنطناها بقى، ادي المايلويد اديتني ريد بلاد سيلز، اديتني بليتلتس، اديتني مايلو بلاست اتحولت الجرانيولوسايتس، اديتني زينوفيل، بيزوفيل، نيوتروفيل. طيب المايلويد اديتني ليمفوسايتس وانواعها الثلاثه بي وتي وكيلر. خلي بالك المونوسايتس طالعه من هنا برضو. ده اللي هو النورمال بلاد ديفلوبمنت، الستيم سيلز موجوده في البون مارو بتتحول الى ريد بلاد سيلز وتديني الوايت بلاد سيلز والبليتلتس. مين دي؟ اللي هي المايلويد. الصوره دي تجميع بقى لكل الكلام بتاعنا. ادي البولي مورفو نيوكليار هيموبايوتيك ستيم سيل بتديني كولوني فورمينج يونت، مزرعه او مستعمره تديني اريثروسايت اللي هي كرات الدم الحمراء. الاريثروسايتس تديني برو اريثروبلاست اللي هي تتحول الى بيزوفيليك اريثروبلاست. ليه بيزوفيليك؟ لان السيتوبلازم بتاعها مليان رايبوزومز. يبتدي الخليه ديت تصغر في الحجم وانا نازل، فهنا كانت بيزوفيليك لونها ازرق، لا تتحول الى بولي مورفو كروماتوفيل اريثروبلاست. اريثروبلاست دي مرحله قبل الاريثروسايتس، لكن ليه سميناها بولي كروماتوفيل يعني متعدده الالوان؟ لان هنا لقينا اللون الازرق اللي يمثل الرايبوزومز اللي كان فوق موجود معايا واللي هم فري رايبوزومز، خلي بالك، وظهر الهيموجلوبين ببطش حمراء، فاصبحت الخليه فيها حته زرقاء وحته حمراء، حته زرقاء وحته حمراء، فقال لك المتعدده الالوان. يبتدي بقى اللون الاحمر يغلب على الخليه وبقى احد اللون اورثو كروماتيك اريثروبلاست. ادتني الخليه ومليانه باللون الاحمر اللي هو هيموجلوبين، والنيوكليس ابتدت ديفييت تو وان سايد وتموت وتتحلل الى بقايا زرقاء في خليه جديده اسمها ريتيكولوسايتس اللي هي النسبه بتاعتها لا تتعدى 1% من ال 2% من البلاد سيلز موجوده في البلاد بار. بعد كده الاريثروسايتس. يبقى اذا هنا الهدف بتاع العمليه الاولانيه اللي احنا بنسميها اريثروبايوثيز تكوين الاريثروسايتس، ان هي الخليه كانت كبيره صغرت فيها نيوكليس، شلت نيوكليس، السيتوبلازم كان فيه اورجانيلز ضيعت كل الاورجانيلز او شلت كل الاورجانيلز وسبت هيموجلوبين بس اللي هو البرودكت. الحجم بتاع الخليه قلنا صغر والنيوكليس دي جنريتد واختفت. تعالى بقى للنوع الثاني اللي هو الجرانيولوبايوسيز اللي هي بتكون جرانيولو جرانيولوسايتس.
هي بتخش مستعمره لتكوين الجرانيولوسايتس، اما تخش كولوني فورمينج يونت جرانيولوسايتس مونوسايت او كولوني فورمينج يونت جرانيولوسايتس. الاثنين دول هيخش على خليه بنسميها مايلوبلاست. المايلوبلاست بيظهر فيها الازوروفيليك بس جرانيولز، تبتدي بقى السبيسيفيك جرانيولز تظهر في مرحله برو مايلوبلاست، فاصبح عندي الازوروفيليك مع السبيسيفيك جرانيولز في الاخر تديني البيزوفيل والايزينوفيل والنيوتروفيل. اللي هي بقى الليمفويد وكانت موجوده في الليمفويد تيشو ديت اللي هي هتديني لينفو بلاست وتديني بي وتي لينفوسايتس. طيب اللي هتديني بليتليتس ميجا كاريوسايتس اللي هي الخلايا الكبيره اللي هي حصل فراجمنتيشن وادتني الخلايا بتاعتها. ده كله اللي هو اختصار للاريثروبايوسيس واختصار للجرانيولوبايوسيس. كل ده بنعرفه اسامي فقط لا غير بدون اي تدخل في تفاصيل عندنا من الشغل بتاعها لها. يبقى هنا احنا عملنا مراجعة سريعة مع البلد واقول لكم thank you very much، شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله، وتحياتي لكم، وارجو ان احنا ما نكونش طولت عليكم. good time معاكم، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.